نقول ان الفيلر والبوتوكس من التقنيات الحديثه التجميليه التي تعمل على ازاله التجاعيد واعاده نضاره الوجه، وبالتالي الحصول على اطلاله شبابيه لاطول فتره ممكنه. الفيلر والبوتوكس انا ممكن استعمل كل واحد منه على حده، لكن ممكن نستعملهم سويا بحيث الحصول على افضل نتائج ممكن. بالنسبه للبوتوكس بنقول عباره عن بروتين طبيعي جدا بيعمل على ارتخاء العضلات المسؤوله عن التجاعيد اثناء الحركه، بنسميها التعبيرات الحركيه اللي بتظهر اثناء الاكسبريشن سواء الزعل التكشيره اثناء الضحك. كمان بيعمل على تحسن الخطوط اللي بتظهر مع تقدم العمر، ده بالنسبه للبوتوكس. حقن البوتوكس بطريقه متكرره بيعطي الوجه التعبير الهادئه اثناء التعامل مع الناس، وبالتالي بيكون الوجه في صوره طبيعيه. اما الفيلر دي عباره عن مواد مالئه او مواد للتعبئه، بيعمل على امتلاء الوجه وبيعمل على ملء التجاعيد، وبالتالي بيحصل على بشره نضره. الاكثر شيوعا في استخدام الفيلر هو حمض الهالورونيك، وده عباره عن مركب طبيعي موجود في جسم الانسان بيمتاز بقدرته على الاحتفاظ بالميه، وتدريجا بيبتدي ينتهي حتى المصنع منه خارجيا لا يسبب اي تحسس. بالنسبه لاستعمالات البوتوكس، انا بستعمل البوتوكس في ازاله التجاعيد الحركيه زي ما احنا قلنا كده. بالنسبه اول حاجه تجاعيد الجبهه اللي بتظهر اثناء الحركه، للتجاعيد الحركيه او التجاعيد التعبيريه اللي بتظهر ما بين الحاجبين، كمان ممكن نستعمله في رفع الحواجب. البوتوكس اضاف كتير كمان بالنسبه للتجاعيد اللي بتظهر حول العين دوت اثناء الضحك، وهي بتظهر كمان مع تقدم العمر. بين استخدامات البوتوكس استخدامه في البسمه اللثويه، وده بيحسن مظهر اللثه اثناء الضحك، وممكن استعماله مع الفيلر عشان احسن هذه الحاله. كمان بالنسبه للبوتوكس ممكن نستعمله في حالات شد الرقبه والتجاعيد بتاعه الرقبه، وبتعمل بيه التقنيه اللي الناس بيحبوها تقنيه نفرتيتي. من الاضافات اللي اضافها البوتوكس كمان فرط التعرق سواء للكفين او سواء للابطين او للقدمين. احنا ممكن نستعمل البوتوكس مع الفيلر مع تقنيه اخرى زي الخيوط علشان احصل كمان على ابراز خط الفك، ده بالنسبه للبوتوكس. اما استخدامات الفيلر فهو في الاصل ان الفيلر بيعمل على امتلاء الوجه وبيعمل على الحصول على نضاره عن طريق انا ممكن استعمله في الامتلاء تحت العينين، ده بالنسبه للناس اللي عندهم هالات بسبب غوران العين، العيون الغائره بيحسن المظهر كتير. ممكن كمان استعمله في استداره الوجه ورفع الخدود، ممكن استعمله في تعديل الحاجز الانفي من فوق يعني المنطقه العلويه، ده الانحراف ممكن يظبطه. بستعمله طبعا في البسمه اللثويه، بستعمله في تحسين خطوط الابتسام، بستعمله في التقنيه الجديده اللي معظم البنات تحبها اللي هي تقنيه تكسس اللي هو ابراز الفك. ممكن انا استعمله كمان في امتلاء اليدين، وبالتالي بيحسن مظاهر الشيخوخه اللي بتظهر لان هو بيخفي العروق وبيخفي كمان الاوتار. ليس هناك سن محدد لحقن البوتوكس، لان احنا ممكن نستعمله في اغراض طبيه حتى ممكن من سن الاطفال. بالنسبه للجلسات للبوتوكس او الفيلر بنقول ان البوتوكس يمكن تكراره كل 3 الى 6 شهور، وده بيعتمد على حسب حاله الشخص وعلى حسب نوعيه البوتوكس المستخدمه. كمان احنا بنقول بالنسبه للفيلر ان هو بيحصل وبيقل تدريجيا، بنقول من 9 شهور الى 12 شهر الى 18 شهر، وده على حسب الحاله ايضا وعلى حسب نوعيه الفيلر المستخدمه. احنا بنقول عاده ما بعد الحقن هي الكدمات، والكدمات دي بالنسبه للفيلر او بالنسبه للبوتوكس انا بنصح المريضه قبلها ان هي بتوقف المسكنات او الاسبرين على اساس ان هي تقلل الكدمات، لكن اوريدي اذا حصلت الكدمات فبنقول ان هي بتقعد من 5 الى 7 ايام، وممكن نستعمل الكريمات اللي بتخفف الكدمات زي البوم كريم. الحاجة التانية الالتزام بالتعليمات جدا مهمة. بالنسبة للبوتوكس بنقول ان هو يفضل عدم الاستلقاء على الظهر او على الجنب او عمل مساج للمنطقة المحقونة دوت لمدة 4 ساعات. بالنسبة للفيلر بنقول دايما للمريض عدم الضغط على اماكن الحقن، عدم التعرض للشمس بعد كده، عدم التعرض للليزر، عمل الليزر او التعرض للبخار او عمل الساونا.
دي كلها من الاحتياطات الواجبة ما بعد الحقن. بالنسبة للخيوط بنلجأ ليها عما بيكون هناك اوريدي تهدل وترهل في الوجه، وده بيظهر أكتر على خط الفكين أو على منطقة الرقبة، وبنقول إن هي بدائل غير جراحية، ده البديل للجراحة اللي بيدينا نتائج أفضل بسرعة أكبر وبطريقة آمنة. أكيد في تقنيات أخرى غير الفيلر والبوتوكس، وطبعا الدكتور بالحوار مع المريض ومعرفة حالة المريض بيختار التقنية المناسبة له. البوتوكس بنستعمله في إزالة التجاعيد الحرقية، الفيلر بنستعمله في الارتواء وفي النضارة في الابتلاء، الخيوط بنستعملها في حالات التهدل. البلازما دي عبارة عن الصفائح الدموية الغنية بالجروس فاكتورز أو عوامل النمو اللي أنا عم بحقنها في الوجه بتعمل على تحفيز الكولاجين ومكافحة الشيخوخة. كمان تقنية الليزر سواء بتقنية الفور دي أو الفراكشنر أو أشعة الراديو راديو فريكوانسي من التقنيات الهائلة اللي بتعمل على تسخين الجلد تحفيز الكولاجين وشد طبقات الجلد. يمكن عمل أكتر من تقنية بالنسبة للتجميل، ده بيعتمد على حالة المريض واختيار الدكتور. لا يوجد أي إضرار من الحقن لأن نجاح تقنية التجميل بتعتمد على عدة فاكتورز، عدة عوامل. أول عامل من هذه العوامل هو الحوار ما بين الطبيب وما بين المريض، ومعرفة شخصية المريض، معرفة تطلعاته، معرفة إيه اللي هو عايزه من عملية التجميل. الحاجة الثانية وحسب حالة المريض كمان، الحاجة الثانية دور الدكتور في طريقة الحق، في كمية الحق، في مكان الحق، دور المريض في التزامه بتعليمات اللي بيطرحها عليه الدكتور بعد عمل أي تقنية. وأخيرا بنقول لازم معرفة الفيلر أو البوتوكس أو البلازما المستخدمة، معرفة النوع جدا مهمة. كمان البعد عن هوس التجميل وهو الإسراف في التجميل، لأن الغرض من التجميل إحنا بنقول أنا أحصل على بشرة نضرة صحية شبابية، أو أن أنا أحصل على إزالة التجاعيد وليس أن أنا أمنع تعبير الوجه.